برشلونة يعيد ذكريات مواسم ستار أكاديمي. كثار أكيد بيتذكروا هالأغنية اللي لما كانت تبلش كلنا نجتمع بسرعة قدام التي في لنتابع يوميات مشتركين ستار أكاديمي المليئة بالسسبنس والأكشن. هذا غير البرايم الأسبوعي اللي دايما كان مليء بالمفاجآت. حبوا يجوا هني من مصر لأنه اشتاقوا لأولادهم وحبوا يدعمون ويشجعون. والاستعراضات المميزة حتى لو دار الزمان في فؤادي حبه. والأهم اللحظات الحاسمة لما تعلن هيلدا خليفة عن النوميني والمتأهلين. أحمد بيرجع بينضم للأكاديمية وهيك بتغدرنا كريمة الليلة. وهالبرنامج اللي شغل العالم العربي لمدة 11 سنة على التوالي قدر يرجع هلا ويأثر على الفانز ويخليهم يستعيدوا أجمل ذكرياتهم معه، وهالشي بسبب القعدة بالبيت أكيد. فالعديد من التويتس عبرت عن إعجابهم بمشتركينهم المفضلين مثل فادي أدراوس، صوفيا المريخ، بشار غزاوي، أحمد الشريف وغيرهم اللي عاشوا معهم قصص مشاعر فرح وحزن. ما قلتش كلمات أصلاً. وفي بعض التويتات عبرت عن الإعجاب بالأساتذة مثل وديع أبي رعد يلي كان يدرب المشتركين على كيفية غناء أغاني البرايم. شو بدكم نبلش برويدة ولا بيهاب؟ إيهاب عشان يقول رويدة. عصب تعرفني. طب مشان هيك رح بلش مع إيهاب. وانتشرت أكثر من تويت عن حب الفانز لطبيعة شخصية أسامة الرحباني وكيف بينتقد أداء المشتركين بطريقة آسيو فني. حبيبي إذا عامل حيلك أستاذ وأطفال روح على المطفال. أدر حصني عشر فانك عشر فانك عشر بس التويت يلي أضحكت البعض كانت عن ماري اللي انعرفت بمدام الفوكاليس، لأن ما معقول ما كنتوا تجربوا تقلدوا الطلاب وهم بمرنوا أحبالهم الصوتية.